يوسف البليلي وأيوب الكعبي. الحمد لله مفيش كلمة بقولها لكم غلط. ما زلت بقول لك محمد إبراهيم في الأهلي بنسبة 80%، ودي رغبة اللاعب، وأنا أول واحد قلت لك مفيش لا يوسف بليلي ولا في أيوب الكعبي. النهاردة أهلي جدة بعد ما عمل البيان الفضيحة اللي فضح فيه يوسف البليلي حدد 4 مليون يورو لرحيل يوسف البليلي. انسى بقى خلاص، ما في، ما انا قلت لك انا مش بتاع توقعات، انا ما بقولكش 400 اسم والاسم اللي يجي يبقى انا معلم، انا لما اقول لك على اسم اعرف ان الموضوع تمام التمام وجايبه من فم الاسد. النهارده 4 مليون يورو سعر يوسف البليلي اهو، زي ما هو النهارده اعلن نادي اهلي، نادي اهلي جده اعلن ان يوسف البليلي ثمنه 4 مليون يورو. ايوب الكعبي ما فيش ايوب الكعبي، لاني اعلن ان ثمنه 3 مليون. كمان ازيدك من الشعر بيت، انا قلت لك ان ابو يوسف البليلي بيتاجر باسم الاهلي علشان خاطر يعلي سعر ولده في الخليج او يشوف له فرقه في اوروبا وبالتحديد في تركيا، وان الاهلي لن يدخل في صفقه يوسف البليلي. ناس كتيره قالت عكس كلامي، انا بقول لك النهارده صحت كل كلمه انا قلتها لك. ايوب الكعبي قلت لك ما فيش اتصالات ولكن تحت المنظار. النهارده وكيل ايوب الكعبي بيصرح ان ليس هناك اي اتصالات من اي نادي مصري، وليس هناك اي اتصالات لا من الاهلي ولا من الزمالك. ده بالنسبة لأيوب الكعبي، وأنا قلت لك كلمت ناس مقربين في المغرب من أيوب الكعبي وأكدوا لي إن أيوب الكعبي لن يلعب في مصر ولم يتلقى أي عروض لا من الأهلي ولا من الزمالك حتى الآن. وارد الأهلي يكلمه، الله أعلم، أنا بكلمك بقول لك حتى الآن. يوسف البليلي بخ، وأبوه كان بيتاجر وضحك على الناس. يوسف البليلي بخ، يعني يوسف البليلي بخ، وابوه كان بيتاجر وقلت لكم هذا الكلام، قلت لكم هذا الكلام، ما فيش كلمه بنقولها لكم غلط. طيب ايه اللي حاصل بقى في يوم المؤامرات ده؟ في يوم المؤامرات اتكشف ملعوب يوسف البليلي، ما فيش يوسف البليلي ولا الاهلي يدفع فيه 4 جنيه، مش 4 مليون يورو. وكيل ايوب الكعبي كشف كل اللي عاملين نفسهم ابطال وبيجيبوا انفرادات واخبار مش عارف ايه، وخش على مش عارف ايه، انفراد مش عارف ايه، اهو كله اتكشف، لا في بليلي ولا فيه ايوب الكعبي. محمد ابراهيم موقفه النهارده اتغير عن امبارح بشكل كبير بعد دخول بيراميدز بالصفقه. محمد ابراهيم عايز ايه؟ محمد ابراهيم عايز النادي الاهلي. طيب عندنا موضوع كمان استمرارا لده وللي بيحصل ده، موضوع في الاتحاد قبل دقائق من مباراه الاهلي. ايه اللي حاصل في الاتحاد السكندري؟ استبعاد نور السيد من التشكيل بعد اشاعه رحيل طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف استبعد نور السيد، وقيل من الكواليس انه اتقال انه في مؤامرة عملها او كان بيرتب ليها نور السيد ضد الكابتن طلعت يوسف، ضد الكابتن طلعت يوسف. حقيقة الكلام ده اقول لكم حقيقته اهو زي ما هو منشور اهو حضرتك، اهو استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بسبب شائعة رحيل طلعت يوسف. قرر طلعت يوسف المدير الفني استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمة مواجهة الأهلي بعد دقائق، وذلك بعد أن روج شائعة لرحيل طلعت يوسف واجتمع مع لاعب الاتحاد سرا قبل التوجه إلى المباراة. ده اللي حاصل دلوقتي قبل دقائق. مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة ستكون ساخنة جدا وستكون مهمة جدا، لأن الأهلوية بيعتبروها مباراة التتويج والاتحاد في سلسلة نتائج سيئة وعايز يفوق. أستاذ أحمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك يا عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل المتابعين. يعني الأجواء اتكهربت قبل دقائق من اللقاء، عايز أبدأ معاك موضوع استبعاد نور السيد كهرب الأجواء في اسكندرية، وما فيش تفاصيل معروفة، ولكن قيل انه اجتمع باللاعبين سرا وقيل انه روج لإشاعة رحيل طلعت يوسف، هل لديك معلومات؟
يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول، هو كابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد هو اللي قرر استبعاد الحارس المرمى، طبعا طبعا استبعاد نور السيد لاعب الوسط. الفكره ان نور السيد من اللعيبه اللي بتلعب في الاتحاد ومميزه وبتشارك بشكل كويس، فيعني لكن طلعت يوسف المدير الفني اكيد هو ادرى بكل الامور داخل الفريق. كان الكلام على استبعاد حارس مرمى الاتحاد السكندري، ولكن يمكن المعلومه الاكيده زي ما حضرتك بتقول استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق، اللي اتقال ان هو تحدث مع الكابتن طلعت يوسف او تحدث مع زملائه بشكل سيء، يعني هو اتقال ان سلوكه ما كانش كويس قبل اللقاء فعلشان كده تم استبعاده. طبعا كمان نور السيد قال ان اداره النادي عايزه تقيل الكابتن طلعت يوسف، ان كابتن طلعت يوسف كده كده مش مكمل، ولما كابتن طلعت يوسف تحدث معاه يبدو ان العلاقه توترت وما كانش في. بس خلي بالك يا ابو حميد، عايزين ناكد على حاجه عشان لحد يفكر ان ده معمول لصالح حد لا قدر الله. ان نور السيد المباراه اللي فاتت برضه قال للعيبه نفس الكلام، ان الكابتن طلعت مش مكمل والاداره هتمشيه، وان الكابتن طلعت صرح لبعض المقربين منذ قليل ان مش دي اول مره يعملها نور السيد، يعني مش عشان مباراه الاهلي عشان محدش يحور. خلي بالك من النقطه لا دي. لا لا خالص، لا طيب دي حقيقه بالفعل، ويمكن نفس الحديث ده زي عبد الناصر كان داير معسكر الفريق، مش بس حتى المباراه القادمه وقبل القادمه، ويمكن التطمينات كانت داخل معسكر الاتحاد السكندري ان الكابتن طلعت يوسف مكمل وراجل عامل نتائج كويسه ونتائج مميزه، لكن يبدو ان طريقه اللاعب وطريقه ادارته للحوار هي اللي خلت يتم استبعاده. طبعا يعني نور السيد من اللعيبه المميزين، شارك حوالي ان لم تخني الذاكره اكثر من 22 مباراه هذا الموسم، بيلعب بشكل مميز، لكن في الاخر رؤيه المدير الفني كابتن طلعت يوسف هو استبعاده من المشاركه في اللقاء. طيب ده بالنسبه للمباراه، قول لنا يعني هل وصلك برضه اخر الاستعدادات، يعني ينهون النقطه 74 والمعنويات مرتفعه جدا كما وصلني في معسكر الاهلي؟ دي حقيقة بالفعل، ويمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان اتكلم مع اللعيبة على التركيز منذ بداية اللقاء، عايزين حسم اللقاء مبكرا، وده يعني حاجة محترمة. يمكن احنا كلنا تابعنا لجنة المباريات بالامس اعلنت عن الجدول، فالكابتن سيد عبد الحفيظ حتى قال لهم لا خلاص احنا حسم الدوري النهارده الوصول لنقطة 74 وانهاء هذا الملف. يمكن يعني مستر فايلر عامل نتائج وريكورد حلو قوي مع النادي الاهلي، الاهلي 23 مباراه فوز، اتعادل في مباراتين، خسر مباراه واحده، اللعيبه سجلت 63 هدف دخل مرماهم 8 بس. فطبعا الاتحاد المركز الخامس عشان برضه ندي للاتحاد حقه برصيد 36 نقطه، فاز في 8 ماتشات، تعادل في 12، خسر 5، سجل لاعبوه 27 هدف واستقبلت شباكه 23 هدف. فلاعبي النادي الاهلي عندهم الدوافع المعنويه القويه للفوز بعد تحقيق نتيجه مميزه امام الاسماعيلي بثلاثيه، يستغلوا هذا الدافع والتركيز امام زعيم الصغر والتتويج وحسم الدوري بقى خلاص، علشان يبدا يلعب رقي الدوري ورقي المباريات باريحيه. يمكن لاعبي النادي الاهلي حتى من المحاضره الفنيه اللي انتهت منذ دقائق، مستر فايلر كان مأكد مع اللعيبه على التركيز الشديد داخل الملعب. يمكن ابراهيم نور الدين هو اللي يحكم اللقاء، كابتن سيد عبد الحفيظ طالب بحسم اللقاء، عدم الاعتراض على الحكام، خلاص يعني المباراه احنا بتتكلم في المباراه فيها الثامنه والنصف ربما دقائق قليله يبدا عمليات الاحماء، فمباراه مهمه. دوري مؤمن زكريا كما اطلق عليه الكل، الكل بيسعى للتتويج ببطوله الدوري العام في لقاء الاتحاد علشان يحتفلوا فندق الاقامه بالتتويج ببطوله الدوري العام، عيد ميلاد يعني مستر فايلر كمان اللي كان بالامس. خليني بس بدل اتكلمت على عيد ميلاد فايلر، خليني اشكرك على حاجه. النهارده اعلان بيراميدز رسميا ان ايهاب جلال خلاص المؤامره خلصت، وانهم كانوا بيشتتوا الاهلي وده واضح، وان مفيش فايلر في بيراميدز وخلاص ايهاب جلال النهارده بيقود مؤامرته انه ياخد معاه مجموعه من اللاعبين ويروح بيراميدز، وتاكد توقيع ايهاب جلال لبيراميدز ليؤكد ذلك انفرادك واحترامنا لمشاهدينا، وان احنا كنا صادقين في كل كلمه في هذا الملف. يعني يمكن الحمد لله بنحاول نجتهد وبنرجع نسال، يعني احنا رجعنا وسالنا مترجم مستر فايلر وسالنا راجل وسالنا مدير الكوره وسالنا المسؤولين واعضاء مجلس الاداره علشان ناخد معلومه كامله،
كامله. فيا جماعه مستر فايلر مكمل، لا صحه تماما على تفاوضه مع بيراميدز، او بيراميدز تفاوض معاه. كل ما قيل في هذا الشان هي امور عاريه تماما من الصحه.